باميلا مساء الخير. صور الدنيا. شفتك تأثرتي انت وعم تحضري الروبورتاج. اكيد انه بشوف ولا ماما بتعصر بهذا الشيء اكيد. بس في جملة انتهى فيها الروبورتاج وما خفي هو اعظم، يعني عطيوا ثلاث احتمالات لتوقيفك. الاحتمال الاول انه التسول، الاحتمال الثاني التبرعات، يعني لماذا أوقفت؟ لأنها عم تتسول أو لأنها عم تجمع التبرعات من دون واحد؟ لأنه ما معي تصريحة أو ما خفية كان أعظم؟ لأنه ما معي تصريحة للشحات لحتى ألم التبرعات. كان بدك تصريح هيك قالوا لك؟ كان بدي تصريحة. أنا سألتهم واطي إذا أنا بدي الناس اللي بالشارع مليانين. ما هي أنا سألتهم، أنا سألتهم للأستاذ اللي وقفني، اللي مش من هو كان يوقفني واطا لطلب الدورية إجا حضوني وقفني وقال لي عندك تصريح؟ قلت له ما عندي تصريح. قلت له بس سيدنا بدي اسالك سؤال. قلت له دعارة بدها تصريحها؟ قلت له روح علموا دعارة اللي بالشارع، وانا انسانه محترمه عم بعمل شيء كرمتي، يعني ما عملت شيء غلط. اذا حضرتك شايف ان انا عم بعمل شيء غلط اوكي ساعتها انا معك. اما اتصل بالشباب تبعوا فصيله الفردان وإجا حدوني، بس أنا استغربت إنه أوكي هاي شغلة تنحل ممكن بالضبط أو ممكن إنه ما بتأيديها مرة تانية وفي البيت ومش بينوم طول الليل عندهم، يعني هاي استغربت منها كتير يعني بصراحة. هل أساءوا معاملتك؟ هل بالمكفر؟ لا، بس الأستاذ اللي وقفني إيه. كيف؟ وقت اللي عرفت عني أنا من أنا وقلت له أنا فنانة وبدي أوصل صوتي للناس إنه أنا ما عم بشتغل وأنا فنانة لبنانية وكن بدي حدا من اللي أنت لبنانية. لبنانية رومانية؟ الولد الروماني صحيح. بس حكيت معه بكل ذوق، وآخر شيء طلبت من حضرته إنه يعرفني بحاله، إنه ممكن يلبس بدلة مزورة وما يكون عيد ولا دبت مثل ما هو قال لي، ما قال لي أساسا شو اسمه. حتى اخر شيء سالته طيب حضرتك شو اسمك ممكن تعرف على حضرتك، انا عرفتك عن حالي. ما قال لي، بس بالاخر عرفت اسمه الحاج موسى كرنيب. بس ليه وقفني؟ لانه حضرته ما كان دوريه. ليه وقفني؟ ما حاسه ما عرفت من المحامي طاولي كمان، مش من حقه كان يوقفني ولا ياخذ خويتي لانه ما كان بدوريه. ما في عيد اساسا بيفوت دوريه بالشارع. هو الضبط اللي انعمل فيك حسب قوى الامن هو انه تسول من دون رخصه. ما عملوني ضبط، عملوني محضر. ايه محضر تسول بدون رخصه. بدون رخصه صار بدنا رخصه لهيدا الموضوع. بضحك عن جد بضحك. نمت لساعه 9 الصبح بس حبيت اوصل صوتي للناس وماني ندمانه. اذا كرمالها بدي اعمل هيدا الشيء بنام كمان 48 ساعه ما عندي مشكله يعني، بس اهم شيء وصلت لعندك وكرمالها. هل جمعتي تبرعات معينه في هذا الصندوق؟ شيء بسيط ما قدرت لانه انا كنت واقفه هونيك لي ربع ساعه بس. ربع ساعه دغري يعني خزلعين يعني يعني القانون عندنا ما بنعرف والله كيف ينفذ، يعني هو يجب ان ينفذ. حطينه بالقلب للصندوق. الكلام من القلب الى القلب ساهموا في انقاذ والدتي. ميلاد بيقول لي اقلبه بس تخبرك صندوق ثقيل مش مثل ما انك مفكر. كمان كان عم بحمله بس يعني صندوق خشب يعني. من القلب الى القلب ساهموا في انقاذ والدتي من قلب ابنة موجوعة من عدم القدرة على المساعدة، في انقاذ من ساهمت في حياتي لأنها ستة الحبايب، شكرا لمساعدتكم. الأمومة فكرة أنا ما كنت أعرف شو بدي أقول للناس. كنت واقفة هونيك. مين كتب لك هاي الجملة؟ طلبت من الناس اللي عملونا القلبة. مين عمل لك هاي العلبة؟ اللي الناس بيحبوني وبيأذوني. إنه لقيت طريقة إنه أنا رحت لعندهم قلت له يا جماعة شو بدي أعمل أنا شيء ما جرس حالي ودفع عن كرامتي بنفس الوقت. يعني هلا توني أنا بدي أسألك، يعني أنا ما ممكن أعمل شغلة ما بتسوى يعني. المهم إنه يقال إنه كنت عم تستعملي هذا الوضع لتستدرجي زبائن. ممكن هيك فاتوا براسهم او ممكن ما بعرف شو كان في براسهم بالضبط، بس انا ما عملت هيدا الشيء لانه لكن بدي اعمل هيدا الشيء انه دبر زبائن مثل ما هن فكروا. كان ممكن اعملها بالمحل مطرح ما كان عم بشتغل انا لانه المحل كان بشتغل فيه يعني اسم الله عليه.
بس انا وصلت لهون بسبب المحل اللي كنت اشتغل فيه، الله لا يسامحهم، وبدي اوجه كلامي لكل لبنان، وبدي اقول لكم شغله، لانه بعد في لبنانيات بلبنان بحاجه للشغل، بطلوا بقى تجيبوا اجانب من برا، لانه نحن كمان عنا عائل وعنا اولاد وبدنا نربيهم يعني. وصدقوني، لانه اللي بياخذوا محلنا بالمحلات. زوجك لبناني؟ انا مطلقه. ايه بس زوجك لبناني؟ ايه. وابنك؟ وابني لبناني. بس شفته برومانيا يمكن. ايه هو موجود مع ماما. ليش برومانيا مش بلبنان؟ لانه هو ايدي اليمين، هو بيساعدني مع الوالد. يعني هو هونيك مع ماما وانا هون، بدرس هونيك بنفس الوقت. طيب ليش طردتي من شغلك؟ بدون سبب، اجت وحده كنديه واستقلوا انا عملي، مع انه كان ماشي المحل يعني اسم الله. بس لما تبقى يكون في مصاري واصحاب المحل بينعجبوا بشخص بيستقلوا عن الناس المنيحه. يعني انا بتمنى اكون اجي بحاله ثانيه لعن حضرتك ونحكي بموضوع اكبر من هيك، وكون عنا وقت اكثر اكيد يعني. هل كانوا يجبروكي بالدعاره؟ قال لي لا ما استرجوا، لانه ما كان اسمح لهم بهيدا الشيء يعني. ولو كان بدي اعمل هيدا الشيء اللي اسمه دقاره كان عملتها بدون ما اعمل القلب. ما بشتكي من شيء يعني، اي انسان بتمنى يكون معي. او كان ممكن اعمل مثل ما عملت هي برازيليه، حطها على الفيسبوك انه ما عملتها يعني. عندي الست الحبايب، ما فيك تعملي مثلها. الست الحبايب عادة يعني لو كان الوالدة أو الوالدة يعني ما فيني. أنا برأيي إنه أنا ما فيني أدوي ماما اللي مبينة مصارينا بالمال الحرام. ممكن أعملها يعني إذا بدي أعمل هيدا الشغلة بعملها بالمزاج مش كرمال المصاري، ما بعرف. أنا بتوكل إنه كرامتي أحسن من كل شيء. عم بيقولوا لي الشباب إنه عم بلشت تجي اتصالات من أشخاص عم تعرض الزواج. أنا عندي شغلتين حلا مهمين بحياتي، هو ماما وابني. مش عم فكر بالجواز، بعتذر بس انه ما وقتها يعني. عن جد حياتي هلا يعني بوقت الحضر ال 15 سنه عم بتعذب مع الوالده مثل ما انا خيه، مثل ما انا شايفها. من 7 سنين عصينا لها اجر واحد، وهلا اذا ما بنكز لها اجر ثاني وما بنجيب لها من بنك جيلات بنغطي لها البطن، ممكن يعني تكون اخذ ميلاد لها. أنا كنت حابب أجي لعندك إنه تساعدني إنه روح أشوفها بعد كمان مرة يعني. بدي أقول عيب شو من المحل اللي كنت أشتغل فيه، الناس بلا كرامة. أنت بتقدري تروحي على رومانيا؟ أكيد. ليه ما بقدر؟ حاضرة تروحي على رومانيا؟ أكيد بأي وقت، بس ما قادرة. حضري حالك، نهار التنين نحن بنبعتك على رومانيا. نهار التنين حضري غراضك، نحن بنبعتك على رومانيا اذا هيدي امنيتك، واذا هيدي كمان بتفيدك تكوني حتولدي. ماما الى 4 جماع بلا دوتوني، وبدي يطلع صوتي ويعرف اصحاب المحل انه اللي عم بيعملوا هن بالمحل انا ما كنت راضيانه عليهم، وكنت اشتغل بالشرف وبكرامه، استقلوا عن كرامتي وعن شرفي كرمال بنت كنديه. ما حدا مجبور يشغلني بمحله، بس لا انا بعرفهم صدقيني يعني. شو بدنا باللي راح؟ خلينا نفكر باللي جاي. حضري حالك، نهار التنين اذا الله راد. هلا الشباب بنحكيهم معهم وبنظبط لك. في عندي طياره بس 3 وصلت. نهار الثلاثة. نهار الثلاثة باذن الله. تسمحي لي اشكر ناس؟ في ناس بدي اشكرهم. تفضلي تفضلي. بدي اشكر فريق عمل توني خليفه لانه وصلت لهون. البرودوسر ابراهيم. بدي اشكر ابن سلفتي محمود عساف لانه وقف حدي واعطاني سيارته كل ما عيصتها، وبدي له انه يعني بدي اعتذر منه انه كمان بده مني مبلغ وما قدرت اعطيه اياه لحد هلا. بدي له لمحمود انه يسمحني انه ما كذبت له، يعني فعلا عملتها لقلبي، وكان بدي لميلها لماما شوية مصاري كرمال الدواء، وما حدا يلومني انه انا وصلت لهون يعني. والعالم بلومني انه ليه ما بتجوز ولا ليه ما بعمل شغله ثانيه، بس ما بقدر. كرامتي ما علمتني غير هيك يعني. طول ما هي عايشه انا ما عندي حدا غيرها. بدك تشكري حدا بعد كمان؟ بدي اشكرك الك اكيد. لا، في حدا مهم ضروري تشكريه.
بدك تشكري اللي وقفوكي لوصلتي لعنا. لأنه يعني لو ما وقفوكي صحيح لولا ما وقفك ما كنت وصلتي لعنا. صحيح. هلا أول خطوة نحن وياكي هلا يعني طلعت معك أنت هلا على الهواء. فخلينا بالأول نروح على رومانيا وبعدين إن شاء الله إذا بنقدر نساعد بأي شيء أو حدا بيقدر يساعد بأي شيء نحن أهلا وسهلا فيك. يعني أنه أنا ممكن أطلع معكم الحوا من رومانيا وفرجيكم الماما إن شاء الله خير وراح تشوفوا فعلا أنه عملتوا شيء على الكريسماس. أنا فكرة كتبة على الفيسبوك قبل ما يجي لعندك أنه أني بحياتي ما طلبت شيء من بابا نويل بس هي أول مرة هطلب من توني خليفة أنه يساعدني أشوف ماما بعد مرة. الله يخليك وإن شاء الله يا رب لأنه أغلى ما في هذه الدنيا هي الوالدة. Thank you. ومنعرف قيمتها إلا لما نفقدها للأسف. لا أنا عارف قيمتها من زمان لأنه هي لرب قد ما تعرف قيمتها. هذا الرقم إذا حدا بيحب كمان يساعد في هذا الموضوع أو يقدم أي مساعدة كمان بهذا الموضوع نحن علينا نبدأ في هذا الطريق لنصل لأنه بحلقتنا الليلة في كمان عنا طلبات كتيرة من أصحاب أيادي بيضاء أنه تساعدنا وتساهم معنا في عنا حياة كمان إنقاذ حياة طفل عنا أمور أخرى. تابعونا بعد هذا الفاصل لنرى ما هو التالي. شكرا لك باميلا وإلى اللقاء.